بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أعظم. ثواني معلش بس الأذان يخلص. ثواني بس يا جماعة، اللي معايا بس الإقامة بس في المسجد تخلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ده اللايف بتاع جونيور 6، تمام؟ اللايف بتاع جونيور 6 النهاردة هناخد ليسون 5 اللي هو ريبيتد مالتيبليكيشن، وكمان هناخد مع بعض هناخد الريبيتد مالتيبليكيشن وهناخد النيوميريكال باترن. اول درس عندنا ان شاء الله في جونيور 6. جونيور 6 ان شاء الله هيبقى المفروض ان انا كنت عامله كل يوم ثلاث، بس هيبقى فيه ايام اكتر من كده. الحمد لله يعني خدت اجازه من شغلي، فان شاء الله هنحاول ان احنا نكثف عشان نخلص المنهج في الاسبوعين اللي احنا واخدينه اجازه ان شاء الله، علشان نقدر بعد كده نحل الاكزامز والاكسرسايزز اللي موجوده عندنا في الكتب بتاعه النوت بوك بتاعه المعاصر، تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي ريبيتد مالتيبليكيشن. احنا كنا خدنا قبل كده ان ريبيتد اديشن اللي هو المالتيبليكيشن، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا 2 + 2 + 2، ده كده ريبيتد ايه؟ ريبيتد اديشن 4 3 تايمز. يبقى انا عملت ال 2 ادد 3 تايمز لبعضها، تمام؟ يبقى ده كانه مالتيبليكيشن. مالتيبليكيشن ازاي؟ ان ال 2 تايمز 3 تايمز، يعني اتكررت في الاديشن 3 تايمز. ده بالنسبه للريبيتد ايه؟ للريبيتد اديشن، تمام كده؟ طيب لا، انا عندي هنا بقى مش ريبيتد اديشن، انا عندي هنا ريبيتد مالتيبليكيشن. يعني ايه؟ يعني عندي 2 × 2 × 2، اوكي؟ طيب ال 2 × 2 × 2 دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي في بيز نمبر، في نمبر معين بيتكرر في المالتيبليكيشن، تمام؟ لنمبر اوف تايمز. فهاخد عندي النمبر ده واسميه البيز، خلاص؟ واسميه ايه؟ بيز، اللي هو مين؟ اللي هو ال 2. بعد كده هشوف هو اتعمل له ريبيتيشن كام مره؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3. ال 3 تايمز دي بتتقلب تبقى هنا فوق، تمام؟ وبتتقرا 2 to the power 3، اوكي؟ او بتتقرا 2 power 3 زي ما احنا بنقول، ماشي؟ او بتتقرا اللي هي ان دي اسمها يا اما power يا اما exponent يا اما index، وده اسمه البيز نمبر. يبقى ال 2 دي اللي هي البيز نمبر، وال 3 دي اللي هي يا اما power يا اما exponent يا اما index، ودي بتتقرا كده 2 to the power 3 او 2 cube، تمام كده؟ ده الريبيتد مالتيبليكيشن، معناه بيتقلب النمبر اوف تايمز. يعني ده لو بيز نمبر ريبيتد باي مالتيبليكيشن فور ان تايمز، يبقى الان دي هي اللي هتبقى الباور او الاكسبوننت او الاندكس. طبعا الباور ده ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف زي ما هنشوف بعد كده. هنا عندي اهو ده ال 2 مثلا، لو عملنا 2 × 2 × 2 × 2 في يعني for 4 times، فهيبقى عندي البيز نمبر اللي هو ال 2 وال 4 اللي هي النمبر اوف ريبيتيشن هي الباور، تمام؟ واسمه باور او اكسبوننت او اندكس. يبقى عندي جنرالي كده ان اي انتجر، تمام؟ لو عندي ال a دي as an integer وعندي ال n belong to z positive، اوكي؟ هيبقى a times a times a to n times، يعني تكرر for n times، هيبقى equal ال a اللي هو base number to the power n، خلاص؟ يبقى اسمه base والpower اسمه ايه؟ exponent او power او index. طيب زي كده بعد كده
هنا طبعا عندي لما بيبقى معمول له repetition for two times بيبقى اسمه 7. لو عندي 7 times 7 معناها 7 power 2 أو 7 to the power 2 أو معناها 7 to the second power, to the second power. وال 6 هنا معمولة 3 times, okay, a repetition as a multiplication, فهيبقى اسمها read as 6 to the power 3 أو to the third a power أو اللي هي 6 cube. Okay. طيب يبقى أنا عندي زي ما قلت ال 7 to the power to the second power اللي هو square of 7 و 6 to the power 3 اللي هي the cube of a, the cube of 6. طيب ازاي بقى ال integers ال power ده لما يبقى أو ال exponent أو ال index لما يبقوا في ال powers بمختلف ال numbers بتوعنا يعني هيبقى هنتعامل معاهم ازاي؟ طبعا انا عندي لما يبقى الباور هنا 1 انا عندي مثلا 9 باور 1, 9 باور 1 دي معناها ان هي ال 9 دي متكررة مرة واحدة, يعني مرة واحدة يبقى 9 باور 1 equal 9 لان هي متكررة مرة واحدة مفيش اي repetition ليها. تمام. طيب لو انا عندي بقى ده لما يبقى الرقم ال number بالبوزيتيف, لو انا عندي ال number بالنيجاتيف اعمل ايه؟ النيجاتيف دي هتطلع طبعا نيجاتيف 3 باور 1 برضو هتبقى هي الريبيتيشن بتاعها مره واحده فهتبقى ايكوال نيجاتيف a نيجاتيف 3. اوكي ده بالنسبه لما يبقى الباور او الاكسبوننت او الاندكس يبقى تو ذا باور a تو ذا باور 1. تمام كده. طيب الباور بقى لما يبقى 0, انا عندي لما الباور يبقى 0 معنى كده ان there is no repetition, مفيش اي repetition, فعندي هيبقى اي number اي integer to the power 0 هيبقى equal 1 سواء positive او negative, سواء positive او a او negative. طيب ده لأي number ما عدا عندي number 1. طبعا انا عندي number 1, number 1 لما اقول 1 times 1 ب 1 لان ال 1 ده هو ال multiplication identity. تمام. 1 times 1 ب 1, 1 times 1 times 1 equal 1, 1 times 1 times 1 repeated to 1 million times برضو حيبقى equal كام؟ equal 1. فلما يبقى 1 معمول to أي power, any number of power أو any number of exponent, الريزلت بتاعي برضو حيبقى equal كام؟ equal 1. طيب لو أنا عندي هنا بقى أما يبقى عندي ال exponent بتاعي أو ال power يبقى مرة even أو odd لأنه هيبقى integer belong to the integer. تمام. طيب لو أنا عندي النمبر بتاعي negative, البيز نمبر بتاعي negative, هعمل إيه؟ طيب النيجاتيف ده أنا عارفة قبل كده إن أنا عندي negative times negative equal A equal positive. طيب لو negative times negative times negative هيبقى equal negative times negative equal positive, positive times negative equal negative. يبقى لو أنا عندي ال base number belong to z negative, تمام, وال exponent بتاعي أو ال power بتاعي even number, فال negative اللي جوه ده هيتشيل بشرط إن ال negative يبقى under the power. يعني ايه؟ يعني تحت الباور او في البراكت اللي هو مرفوع للباور. طيب لو انا بقى عندي النمبر نيجاتيف والباور او الاكسبوننت odd, هطلع النيجاتيف بره وهيبقى نيجاتيف a باور n. ليه بطلع النيجاتيف بره؟ عشان زي ما انا قلت هنا كده لما يبقى النيجاتيف repeated in multiplication for odd number of times, تمام, هيبقى ايه؟ هيبقى negative. انما لو repeated for even number of times هيبقى ايه؟ هيبقى positive. تمام كده, مفهومة دي؟ يا رب تكون مفهوم. يبقى انا لما يبقى عندي ال base number negative وال exponent بتاعي even number هيبقى الريزلت عندي بالpositive. طيب لو ال base number عندي negative وال exponent او الباور odd number زي 3 و 1, طبعا ال 1 احنا قلنا خلاص 3 و 5 وكده, هيبقى الريزلت بتاعي بالايه؟ بالنيجاتيف.
اوكي خلاص. يبقى الريزلت هيبقى بوزيتيف انتجر لو الاكسبوننت ايفن، والريزلت هيبقى نيجاتيف انتجر لو الاكسبوننت بتاعي اود نمبر. طيب نيجي نشوف اكزامبلز عشان يبقى الموضوع ايه مفهوم بالنسبه لنا بعد كده. بيقول لي find the value of each of the following 2 to the power 5 او to the fifth power. معناها ايه؟ معناها ان انا عندي البيز نمبر 2 معمول له repeated multiplication for 5 times، يبقى 2 times 2 times 2 times 2 times 2 equal 4 times 2 times 2 equal 4 times 2 4 times 4 equal 16 16 times 2 equal 32. طبعا احنا هيبقى معانا الكالكوليتر، هنعرف بكل بساطة ازاي نجيب الريزلت بتاعنا. طيب نيجاتيف 5 to the power 4 لما يبقى النيجاتيف جوه تمام البراكت raised to even power او even exponent تمام، هيبقى عندي الريزلت بالبوزيتيف، يبقى نيجاتيف 5 to the power 4 equal 5 to the power 4 equal 5 times 5 times 5 times 5 4 times ادي 1 2 3 4 دي 25 times 25 هيبقى equal 625. طيب اللي بعده negative 3 to the power 3 او to the third power او negative 3 cube بدام الاكسبوننت او الباور odd number، يبقى الريزلت عندي هيبقى بالنيجاتيف، هطلع النيجاتيف بره البراكت هيبقى negative 3 to the power 3 هيبقى equal negative بره البراكت 3 times 3 times 3 هيبقى equal negative 27 تمام. طيب نيجاتيف 6 to the power 2 هنا بقى في حاجه، هنا الاكسبوننت او الباور بتاعي even، يبقى المفروض يبقى الريزلت بتاعي بوزيتيف. ده لو ايه؟ ده لو النيجاتيف جوه، ان انا مش عندي النيجاتيف انسايد ذا براكت، النيجاتيف مش raised to the exponent 2، لا انا عندي هنا النيجاتيف بره البراكت، فالنيجاتيف بره البراكت remains as it is، وهيبقى البراكت يتفتح 6 times 6 هيبقى equal negative 36. يبقى امتى الريزلت عندي للنيجاتيف numbers بتبقى لما يبقى الاكسبوننت بوزيتيف، يبقى الريزلت بالبوزيتيف لو النيجاتيف raised to the same exponent، لو النيجاتيف جوه البراكت تمام. طبعا هنا بيورينا الطريقه بتاعه الكالكوليتر، ان انا بفتح البراكت واحط النيجاتيف 7 واقفل البراكت وبعدين بدوس على الزرار بتاع الباور في الكالكوليتر واكتب ال3 هيديني على طول الريزلت بتاع نيجاتيف 7 تو ذا باور 3 اللي هي هتطلع نيجاتيف 343 تمام. طيب اكزامبل 2 ابتدى يوسع بقى العمليه، عندي نيجاتيف 5 تو ذا باور 2 تمام negative 5 to the power 2 times 2 to the power 2 أو to the second power هيبقى equal. أنا عندي هنا negative جوه البراكت وعندي ال power بتاعي even number اللي هي ال 2، يبقى معنى كده أن الريزلت هيبقى بالبوزيتيف، هيبقى تتقلب تبقى 5 to the power 2 تمام، وهنا ال 2 power 2 هيبقى 5 to the power 2 times 2 to the power 2 هيبقى equal 5 times 5 متكررة مرتين times 2 times 2 يعني 25 times 4 equal 100 تمام. طيب التاني negative 2 to the power 3 plus negative 3 to the power 2 انا عندي هنا النيجاتيف جوه البراكت وعندي هنا الاكسبوننت او الباور بتاعي odd، يبقى النيجاتيف هيطلع بره وهتبقى 2 power 3 plus هنا النيجاتيف جوه البراكت والاكسبوننت بتاعي او الباور even number، يبقى ده هيبقى بوزيتيف هيبقى 3 باور 2، هتبقى نيجاتيف 2 تو ذا باور 3 بلس 3 تو ذا باور 2، هنحط النيجاتيف ونعمل 2 3 تايمز مالتيبلايد بعض بلس ال 3 2 تايمز هيبقى ايكوال نيجاتيف 8 بلس 9 ايكوال كام. نراجع كده حته مراجعه كده، انا عندي ازاي اعمل الاديشن والسبتراكشن بتوع الانتجرز. عندي هنا في حاجه لما يبقى ال2 نمبرز يعني مثلا نيجاتيف 2 نيجاتيف 3
و 2 + 3. عندي هنا التو نمبرز with the same sign. يعني ايه with the same sign؟ يعني التو نمبرز يا اما بالبوزيتيف يا اما بالنيجاتيف. هعمل ايه؟ هعمل اد للتو نمبرز 2 + 3 = 5، وهنا 2 + 3 = 5، واشوف الساين بتاعت التو نمبرز. هنا الساين نيجاتيف يبقى دي نيجاتيف، هنا الساين بوزيتيف يبقى دي بوزيتيف. تمام؟ ده لو التو نمبرز ادد نمبرز with the same sign. طب لو التو نمبرز with different signs، يعني مثلا نيجاتيف 9 تمام بلس 11 ايكوال دول بقى تو نمبرز with different signs. هعمل ايه؟ مهما كان الساين بتاعت التو نمبرز، انا هاخد مين الجريتر نمبر ال11 ومين السمولر نمبر ال9. هعمل الجريتر ماينس السمولر، هيبقى 11 ماينس 9 كام ايكوال كام؟ ايكوال 2. والريزلت هيبقى الساين بتاعته هي الساين بتاعت الجريتر نمبر. طب انا عندي هنا الجريتر نمبر كام؟ 11. الساين بتاعته ايه؟ بوزيتيف، يبقى الريزلت بتاعي بالبوزيتيف. طب العكس نيجاتيف 18 تمام نيجاتيف 18 بلس 15 ايكوال، نفس الحكايه، ده تو ديفرنت ساينز. هاخد الجريتر نمبر اللي هو ال 18 ماينس السمولر نمبر اللي هو ال 15، هيبقى 18 ماينس 15 ايكوال 3. الجريتر نمبر ال 18 الساين بتاعته نيجاتيف، هيبقى ده نيجاتيف. دي كده يعني مراجعه سريعه على الاديشن والايه والسبتراكشن. طيب فهعمل ايه؟ فانا عندي هنا نيجاتيف 8 بلس 9 ايكوال 1، اللي هو 9 ماينس 8 ايكوال 1، والجريتر نمبر اللي هو 9 بوزيتيف، يبقى ال1 بوزيتيف. بعد كده عندي نيجاتيف 1 تو ذا باور 11 بلس نيجاتيف 1 تو ذا باور 10. طبعا هنا الاكسبوننت اود، هيبقى الريزلت هنا بالنيجاتيف. اوكي، فهيبقى نيجاتيف 1 تو ذا باور 11 بلس هنا الاكسبوننت ايفن، فهيبقى الريزلت بالبوزيتيف، هيبقى نيجاتيف 1 تو ذا باور 11 بلس 1 تو ذا باور 10. واحنا قلنا ان ال1 مهما اتعمل لها ريز تو اني باور هيبقى برضو الريزلت 1، هيبقى عندي نيجاتيف 1 بلس 1 عشان النيجاتيف هنا معانا، هيبقى ايكوال 0. تمام؟ طيب اللي بعده 3 to the power 2 بلس 3 to the power 3، هتتعمل عادي خالص جدا. 3 times 3 بلس 3 times 3 times 3 ايكوال 9 بلس 27 ايكوال 36. تمام؟ طيب نيجي نشوف، بيقول لي هنا ايه؟ If A equal 3, B equal negative 1, C equal 2, find the value of each of the following. A to the power 2 plus 3 to the power 3. هعمل ايه؟ حاجة اجيب الفاليو بتاعت ال A واحطها 3 to the power 2، وال C هنا اللي هي ال 2 to the power 3، واعملها عادي خالص زي ما عملتها 9 plus 8 equal 17 اللي هي 3 times 3 و 2 times 2 times 2. بالكالكوليتور عادي بتتجاب خالص. بعد كده a to the power 2 minus 2ab a to the power 2 ال a عندي ب 3 هيبقى 3 to the power 2 minus 2 times ال a times ال 3 times ال a ال b اللي هي negative 1. طيب هنا عندي 3 to the power 2 اللي هي 3 times 3 اللي هي equal كام؟ 9. minus 2 times 3 equal 6. 6 times negative 1 positive times negative equal negative. Negative times positive equal negative. Negative times negative equal positive. Positive times positive equal positive. في المالتيبليكيشن لما يبقى فيه الساينز same sign هيبقى الريزلت بالبوزيتيف، different signs هيبقى الريزلت بالايه؟ بالنيجاتيف. ده في المالتيبليكيشن. بعملنا كده كأنها مراجعة على المالتيبليكيشن. فعندي 2 times 3 equals 6 times negative 1 هيبقى negative 6. تمام؟ وهنا عندي negative، دي كأنها negative 1 times negative 6، ف negative 1 times negative 6 ب positive 6 هيبقى 9 plus 6 equal 15. طيب اللي بعد a minus b to the power c a minus b ال a equal 3 وال b equal negative 1 هيبقى 3 minus negative 1 all to the power 2.
negative times negative positive 1 يعني 3 plus 1 to the power 2 يعني 4 to the power 2 equal 60. ده كده الايه الحاجات ايه يعني البيزكس بتاعت الريبيتد مالتيبليكيشن. ايه الرولز بقى بتاعت الباورز؟ الباورز دي ليها رولز. ثانيه واحده. معلش يا جماعه. طبعا الباورز دي بيبقى ليها او الاكسبوننتس بيبقى ليها رولز. تمام. عندي زي ما قلنا ان 3 to the power 2 او to the second power equal 3 times 3. تمام. وال 3 to the power 5 equal 3 times 3 for 5 times. طيب لو جينا قلنا 3 to the power 2 times 3 to the power 5، انا عندي هنا البيز نمبر same بيز نمبر. تمام. يعني هنا 3 وهنا 3، بس دي to power ودي to different a to different power. لو جينا عملناه هنبص نلاقي 3 times 3 for 2 times 3 multiplied for 5a for 5 times. لو فكينا البراكتس دي يبقى كأننا عملنا 3 times نفسها for 7 times. For 7 times الله، طب ما هي 7 times دي اللي هي 2 plus a plus 5 اللي هي ايه؟ اللي هي الاكسبوننتس بتاعت ال 2 base number اللي هم معمولين multiply بعض. يبقى الرول الأولانية عندي إن لما يبقى عندي number raised to the power m times same number نفس النمبر raised to the power n، هيبقى الريزلت بتاعتي البيز نمبر ده raised to m plus n. يعني هنجمع هنعمل add للpowers أو للexponents لما يبقى البيز نمبر واحد، يعني نفس الرقم نفس النمبر هنعمل add للexponents. تمام. طيب نيجي نشوف example 3 to the power 2 times 3 to the power 3 هيبقى 3 to the power 2 plus 3 يعني 3 to the power 5 بالكالكوليتر هتبقى 243. عندي negative 2 to the power 4 times negative 2 to the power 2، هنا البيز نمبر واحد اللي هو negative 2، يبقى هعمل add للpowers اللي هي 4 plus 2 equal كام؟ equal 6. هيبقى عندي negative 2 to the power 6 وعندي الباور هنا even number، يبقى النيجاتيف دي هتضيع، يبقى 2 to the power 6 equal 64. طيب عندي هنا x to the power 5 times x to the power 7، دي بقى مش numbers دي variables، هيبقى x to the power 5 plus 7 برضو هعمل add للpowers أو الexponents هيبقى equal x to the power 12. بعد كده في بقى عندي أنا دلوقتي عندي بقى ده برضو زيهم هعمل adding للpowers. عندي هنا بقى في 2 variables، هل هجمع دول كلهم؟ لا، أنا هجيب ال base numbers ال same base numbers مع بعض والتانيين ال a hat مع بعض وال b hat مع بعض. يبقى عندي a في bracket كده هجمع ال a ال a to the power 3 times a to the power 5 times b to the power 2 times b to the power 1. فال a هعمل 3 plus 5 equal 8 وال b هيبقى 2 plus 1 equal 3. هل هنا ده معناه ايه؟ معناه ان دي b to the power 1 to the first power. تمام؟ في اي simplest form تانية لدي؟ لا، هي خلاص كده خلصت. طيب اللي بعده هنا negative 2 to the power 3 times 2 to the power 2. انا عندي هنا البيز نمبرز مش واحدة، دي negative 2 ودي 2، ده number وده number تاني خالص. بس انا ممكن اعمل حاجة، النيجاتيف عندي دي ده odd a odd exponent odd number exponent، فالنيجاتيف هيبقى بره، هيطلع بره بnegative عشان ده odd زي ما قلنا قبل كده، هيبقى negative 2 to the power 3 times 2 to the power 2. كده خلاص بقوا base number same base number، يبقى هيبقى negative
2 وهعمل اد للباورز اللي هي 3 بلس 2 هيبقى نيجاتيف 2 تو ذا باور 5 يعني ايكوال نيجاتيف 32. تمام؟ طيب ده بالنسبه لما يبقى الباور ملتبلاي لبعض, ده الرول اوف باور ويز اي ويز ملتبليكيشن. طب ويز ديفيجن بقى, انا في الملتبليكيشن كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل اد. هنا بقى في الديفيجن بعمل سبتراكت. ليه بعمل سبتراكت؟ انا حاجه اقول مثلا 3 تو ذا باور 6 ديفايدد 3 تو ذا باور 4, يبقى انا عندي 3 هنا اتعملت ملتبلاي نفسها فور 6 تايمز, وهنا ال 3 ملتبلاي نفسها فور 4 تايمز. طبعا 3 ديفايدد باي 3 ايكوال 1, و 3 ديفايدد باي 3 ايكوال 1, و 3 ديفايدد باي 3 ايكوال 1, و 3 ديفايدد باي 3 ايكوال 1, في 4 تايمز فور 3 ضاعوا مع بعض ايكوال 1. اتفضل عندي 3 times 3 اللي هي عبارة عن 3 to the power 2. طب ال 2 دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 6 minus 4. تمام؟ يبقى انا في ال rules بتاعت ال powers او ال exponents او ال index في ال multiplication بعمل add لل powers for the same base number. اما في ال division بعمل subtract to the powers for the same base numbers. يبقى عندي لأي base number A, تمام, except طبعا المفروض ان ال A not equal 0, وال N belong to Z positive, وال M belong to Z positive, تمام, وال M greater than ال N يعني اللي فوق بيبقى ال exponent اللي فوق أكبر من ال exponent اللي تحت, أوكي, هيديني ال base number هو هو اللي احنا عندنا ده, هنحطه ونعمل subtract لل A لل powers بتاعتي ويديني الريزلت بتاعي زي ما يطلع. طيب شوف اكزامبل 2 to the power 5 divided by 2 to the power 2, هيبقى هاخد البيز نمبر ده عندي سيم بيز نمبر هاخده كده احطه واعمل 5 minus 2 هيبقى 2 to the power 3 اللي هي equal 8. طيب اللي بعده negative 3 to the power 8 over او divided by negative 3 to the power 6, هنا البيز نمبر واحد برضو اللي هو negative 3 فهعمل negative 3 8 to the power 8 minus 6 يعني power 2. طبعا هنا ال exponent even هيبقى ده بالبوزيتيف يبقى 9. طيب نكلكعها اكتر, ماشي, 2 to the power 7 times 2 to the power 4 divided by 2 to the power 8. الاول عندي فيه multiplication يبقى هخلص المultiplication الاول وخلي فوق في base number واحد بس وبعد كده اشوف ال division. فانا عندي هنا 2 to the power 7 times 2 to the power 4 يبقى احط 2 وهنا 7 ال exponent 7 plus 4 اللي هي 2 to the power 11 divided by 2 to the power 8. بعد كده ده division ال base number واحد هاخد ال powers اعملهم subtract البعض هيبقى 11 minus 8 اللي هي equal 2 to the power 3 equal 8. تمام؟ طيب هنا نفس الحكاية, هعمل الأول 3 plus 6 equal 9 وهنا دي equal 7 هيبقى negative 5 to the power 9 minus 7 اللي هو negative 5 to the power 2, يبقى عندي هنا دي negative وده even exponent أو even power هيبقى الريزلت عندي بالبوزيتيف اللي هو 25. هنا عندي 7 to the power 3 times 7 to the power 5 divided by 7 to the power 2 times 7 to the power 6, هجمع اللي فوق واجمع اللي تحت, هعمل add to the powers في النيوميريتور وadding للpowers في الدنيميناتور. تمام؟ هيبقى 7 power 8 divided by 7 power 8 equal 7 8 minus 8 equal 0, يعني 7 ما فيهاش repetition, ال base number ما فيش repetition في المultiplication هيبقى equal 1. تمام؟ طيب هنا بقى negative 3 to the power 7 وتحت فيه 3 to the power 2 times 3 to the power 3, انا عندي هنا ده odd يبقى النيجاتيف هيطلع بره علشان اخلي دي 3 علشان اعرف اعمل لها subtract مع الdenominators اللي تحت, هيبقى negative 3 to the power 7 divided by 3 to the power 5, النيجاتيف هتفضل زي ما هي معايا بره هيبقى 3 to the power 7 minus 5 equal negative 3 to the power 2 يعني equal negative 9. كده احنا الحمد لله شرحنا الدرس الاولاني. ياريت لو عجبكم الفيديو والشرح علشان نكمل ان شاء الله, كده كده مكملين ان شاء الله من غير مقاطعة, يعني ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو لاصحابكم علشان الفايدة توصل
لأكبر عدد ممكن. في ناس كتير مش عارفة تتصرف ازاي، مفيش سنترز، مفيش برايفت دروس، يعني برايفت مش كل الناس المدرسين عارفين يعملوا إمكانية الأونلاين ليسونز. فإحنا إن شاء الله هنحاول يعني نكفي على قد ما نقدر، والله المستعان. ربنا معاكم إن شاء الله، وربنا يعدي الموضوع بتاع الكورونا ده على خير ويرفع عنا البلاء يا رب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني إن شاء الله 2 دقيقة بالظبط وهنعمل الليسون بتاع النيوميريكال باترن. محدش يمشي لو سمحتوا عشان نكمل النيوميريكال باترن، ويبقى كده خلصنا يونت 1 على خير إن شاء الله. نبتدي بقى في يونت 2 بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.